معانا فون ومعانا الاستاذ امل مبدأ رئيس الاتحاد المصري للاعاقه. استاذ امل تحياتنا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اولا بنحيي حضرتك وبنحيي الاتحاد على المجهودات المبذوله لذوي الهمم، وعايز اسال حضرتك يعني ازاي شفت احتفاليه النهارده وتكريمات الحقيقه وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم؟ بص حضرتك، يعني الاحتفالية كل سنة بتزداد قيمة وبتعلى بوجود فخامة الرئيس. كل سنة بنحس بدعم أكتر، الولاد بيقوا أكتر، ويمكن يعني لما أنا النهاردة كنت بتكلم عن النسخة الأولى والثانية كنت بقول في كلمتي قدام فخامة الرئيس إن النسخة الثالثة بتقول هل لسه في مصر، يعني بقولها كده بالظبط، هل ما زال فينا من يتنمر ويظلم؟ أيوه فيه، بس إحنا ما بقيناش ضعاف زي الأول. انا بتكلم طبعا باللسان القوي. بقى في احتفاليه كل سنه، يعني ذوي الهمم يعني احنا كنا بنسمع عنهم ما كناش بنشوفهم بقى، يعني القياده السياسيه رئيس الدوله وراس الدوله هو بنفسه بيحرص على هذه الاحتفاليه، بيحرص على التكريم. ايضا كان في تكريمات النهارده لاحد الحضور، يعني كان كابتن نبيل الشاذلي. كابتن نبيل الشاذلي هو يعني سباح القرن العشرين، ويعني حاجه و80 سنه ربنا يديله الصحه، وكان اشترك في تدريب ابطال اللي دمروا ميناء ايلات، واللي كرمه النهارده او اللي كده كان لاعب مصري، لاعب برضه من لاعبي الاتحاد اللي حصل على بطوله العالم في استراليا. صحيح. والشاب برضه احمد طارق، يعني السيد الرئيس يعني اهتم بيه شخصيا في ان هو ينضم للنادي الاهلي واستجابه الحقيقه كابتن محمود الخطيب. عايز يروح النادي الاهلي ويلعب سباحه، وكابتن محمود الخطيب هيقابله بكره ان شاء الله. تمام. يعني شايف حضرتك ايه اللي ممكن يضاف يعني لدور داعم لذوي الهمم الى جانب طبعا اهتمام الدوله وحرصها وتخصيصها في كل مؤسساتها لنسب معينه من مشاركاتهم بمختلف يعني طبعا قدراتهم ومهاراتهم؟ بص الدوله دلوقتي، يعني خلينا نقول ان بقى في ثلاث محاور. الدوله بتدعم بقوانين، فخامه الرئيس اهتمام شديد، يعني فعلا اذا يعني اذا اردت الاهتمام فيجب ان تبدا من القمه، وده اللي حصل في حالتنا. بدينا من القمه، فبالتالي يعني الرئيس نور كده على القضيه، فكل الناس اهتمت بيها. صحيح. الى جانب بقى منظمات المجتمع المدني، الاهل، التوعيه، يعني هي حاجات كثيره في بعض بتخلي انه بتعظم دور القادرون باختلاف. ان انا النهارده الاقيهم في الرياضه، الاقيهم في الاذاعه، الاقيهم في الاعلام، الاقيهم بيشتغلوا، الاقيهم عندهم وظايف، فكل يوم بتزيد المكتسبات عن اليوم اللي قبل. صحيح. استاذ امل مبدأ، بننتظر منكم دائما ادوار واعمال مضاعفه لذوي الهمم واظهار لهذه الامكانيات. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. استاذ امل مبدأ رئيس الاتحاد المصري للاعاقه كنت معنا على الهاتف.